السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة احنا معاكم برضو من الدنوب. الاسعار المجنونة الاسبوع ده اسعار روعة 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 روعة. عندنا احنا الفيديو ده هنخصصه لمسحوق الغسيل، مسحوق غسيل بس اللي هو برسيل وطايد وأومو وإريال، عاملين عروض جميلة جدا. عندنا البرسيل اللي هو 7.5 كيلو، الأخضر والأزرق النوعين، الأخضر والأزرق عليهم عرض نازل اللي هو 7.5 كيلو من 116 39 و95 هلقة، اللي هو الأزرق الأزرق والأخضر. وعندنا برضو الطيب، الإقبال كله على الطيب، كل الناس بتاخد الطيب. الطيب عندك فيه الدوني وفيه اللي هو بالياسمين وفي اللي هو الاصلي، فيه 3 انواع، الدوني والياسمين والاصلي. نازل 5 كيلو، نازل من 82 27 95 هللة، 27 95 هللة، عرض قوي جدا. وعندنا الاريال، الاريال برضو نازل من 132 132 ل 49 95 هلل، اللي هو السبعة كيلو، الاريال الازرق والاخضر. بس انا شايف الاقبال كله على الطيد، الاقبال كله على الطيد. وعندنا برضو الاومو، والاومو برضو نازل من 61.5 ل 29 او 28 95 هلل، اللي هو برضو 7 كيلو. الأومو بالأنواع بتاعته، والغسالات العادية والغسالات الأوتوماتيك. في برضو اللي هو الجل، برسيل الجل نازل من 60 ل 42 95 هللة، في 2 مع بعض نازلين من 60، واحد 6 كيلو وواحد 2 كيلو، نازلين من 60 ل 39 وربع، اللي هو البرسيل الجل. وفي هنا برضو برسيل جل نازل من 60 ل 42، بس هي كل الناس بتاخد اللي هي ايه، اللي هو الطايد 5 كيلو. بصراحة في اقبال كبير، وهم محددين الكمية، كل واحد ليه حبتين فقط. وهنا برضو هنا عارضين هنا في النص كده زي ما احنا شايفينه مع بعضينا كده اهو، ده عرض المسحوق الغسيل. بصراحة عرض قوي جدا جدا جدا. وفي عرض على صابون اليد، غسيل يد من نازل 50% من 6.75 ل 3.5 ريال، ل 3.5 ريال. وعندنا برضو اللي هو الفري في نوعين منه، الاخضر والاصفر اللي هو بالليمون، والاقبال كله على الاصفر اللي هو بالليمون. نازل اللتر بسعر برضو رائع، 8.95 هللة، من 15 ريال ل 8.95 هللة، وده ارخص سعر في السوق حاليا. والبريل ايضا نازل من 15.5 ل 8.95 هللة. اسعار روعة 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 روعة. احنا شايفين طبعا الناس كلها بتشتري الاسبوع ده من الدنوب عامل اسعار مجنونة جدا جدا جدا. احنا عملنا الفيديو ده للمسحوق الغسيل والفري عشان خاطر نوضحه اكتر ونلحق العروض، لاني مفيش غير النهاردة وبكرة التلات اخر يوم في العرض، فقلنا نلحق ان احنا نقول لكم على العروض المميزة في فيديو يكون مميز وايه وصير. تمنياتنا لكم بالتوفيق، وتابعونا في الفيديوهات اللي جاية، هتكون في
منتجات جميلة وبأسعار أجمل وأروع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.